محمد ترادة وهو طبعا من المتابعين المتميزين جدا والدائمين، برحب بيه. بيقول عندي سؤال للأساتذة، ما هي فوائد اللزم الموسيقية؟ اللزم الموسيقية يعني الموسيقى اللي تتبع كل جملة غنائية، يعني بغني مقطع وبعدين كمان جات تقول لازمة مثلا وبعدين أغني، دي اسمها لازمة. بمعنى آخر، ما هي دواعي وجود لازمة موسيقية بين الكلام الملحن، ولماذا تكون سريعة ومقتضبة نسبيا يعني قصيرة يعني؟ تحب تجاوب ماسترو؟ ماشي يا ريس. اولا هي لازمة، شوف هي اسمها ايه، اسمها لازمة، اسمها لازمة يعني هي لازمة، يعني هي لازمة، لازم بالظبط كده. اولا هي ليها كذا يعني من خصائص اللازمة، اولا انها تكون قصيرة، دي حاجة. مميزاتها ايه او بتفيد في ايه؟ بتفيد في حاجات كتير. اولا هي نوع من انواع الراحات علشان المطرب ياخد نفسه طبعا، يعني مش معقولة مطرب لو حاجات اخد قصيدة وش كده اقعد اكمل نص ساعة بدون هموت، مفيش حد طبعا. فهي مبدئيا هي فرصة للمغني او للقراء او ايا كان للي هيأدي الغناء انه ياخد نفسه، يجدد نفسه عشان ياخد نفس جديد شيق وذاكره عشان يبدا يغني مقطع جديد. دي حاجه. الحاجه الثانيه استعاده نشاط يعني. بالظبط كده، ما ينفعش غنى متواصل على طول، ما حدش هيقدر يغني غنى ولا عزف متواصل على طول. بالظبط كده. يعني هو في عزف ممكن يكون عزف اوركستريشن، وعارف الاوركستريشن لازم لازم يدي نفس، لازم يدي نفس وإسات وسكتات عشان يبقى عارف طبيعه قلب النفخ. حتى موضوع قلب النفس عشان خاطر تخزين النفس ده ليه 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 قدره بعد كده العازف بيتعب يعني. حتى في المطرب لما مش مكنه، فوجود اللازمه مهم جدا جدا علشان يبقى فيه راحه للمطرب يجدد. الحاجه الثانيه بتستخدم اللازمه اما لوصل نغم، يعني مثلا انا وقفت عند حته والغنى اللي جاي جديد عند نغمه ثانيه وبقى تستخدم كوصل، كصاموله يعني بنسميها لينك كده صغير. بالظبط لينك يوصلني لحته ثانيه. اللازمات بقى سواء طويله او قصيره دي بترجع للازمنه يعني برضه حسب. فمن ضمن فوائدها برضه غير انها تسلم نغم وغير انها تريح ان يتم فيها استكمال، لا رأسك من ناحية موسيقية يعني ممكن لحن فينتهي مثلا عند الضلع الثالث وهيبدأ من الضلع الرابع فيبقى في سكوت فيقوم عامل له لازمة، أو ينتهي مثلا عند الضلع الأول وعايز واللحن يعني سريع يعني تقصد يعني إيه زي ما تقول إيه وماشي كده بناخد هنا من هنا ونكمل عشان نكمل عشان الزمن يبقى مظبوط عشان الزمن يتظبط. يعني كتير جدا كان بيجي لنا ألحان مثلا مكسورة فنعمل إيه؟ يا نقص حتة يا نحط لازمة، فنعمل لازمة والأفضل إنك أنت تحط طبعا يعني لازم حصري بتفضل العمل. فدي من يعني ده اللي في ذاكرتي دلوقتي، دول اهم ثلاث مميزات يميزوا اللازمه، راحه المطرب عشان يقدر ينقل، الحاجه الثانيه الفواصل زي ما قلت لك عشان تبقى تنقله من نغمه لنغمه، تدي له ركوز جديد او تنقله لحته جديده، الحاجه الثانيه ان انا اكمل بيها الميزان بتاعي الوزير. دي اهم. احسنت يا ماسترو، يعني طبعا انت وكفيت ووفيت. انا بس هضيف حاجه صغيره مش من ضمن فوائدها، ولكن هي انا لاحظت ان في كتير جدا من الملحنين والمؤلفين الموسيقيين بيعملوا الليزم دي جميله قوي قوي. يعني هي برضو ليها اهميه في اثراء العمل الموسيقي، لان يعني مثلا واحد زي عمار الشريعي مثلا رحمه الله عليه يحط ليزم يا اخي عجيبه وجميله يعني انت الغنى ما تقولش عليه اي وتقول على اللازمه اي من الجمال يعني. ده برضو من ده كمان اللازمه من شروط اهميات او من اهميتها يعني، لا حرفيه مش اي لازمه. ما في ناس عباره خاصه المطربين يا استاذ شريف اللي بيغنوا على العود ده، فتلاقيه يحط اي حاجه يعني، هو الهدف انه يغني فبيحط اي لازمه في النص يسند بيها نفسه كسنان حلو، لكن لا في لازمه حرفيه يعني يقوم حاطط اللازمه في الميعاد المظبوط وفي المكان المظبوط وفي النغمه المظبوط. ففي ناس زي ما بيسموهم كده ايه
ميكانيكي الازمات او ترزي بيفصل اللازمه مظبوط يعني.